شحال غادي خصني ديال راس المال باش نبدا؟ هاد السؤال الصراحه كيتطرح بزاف مع الدراري، هو هاد السؤال اللي اجابه الصراحه كبيره واحد شويه، ولكن خاصه الحساب. الحساب كيتعلق باش من بلاد غادي نخدمو فيها اول حاجه، واش غادي نخدمو في افريق، واش نخدمو في الخليج، واش غادي نخدمو في المغرب، واش نخدمو في اي بلاد اخر. هذا الشيء غينطبق عليه اننا غادي نحسبو لذاك البرودوي، مثلا غادي نتيستيو البرودوي الاول غادي نجيبو فيه 50 بياسه، كنحسبو هذيك 50 بياسه شحال غادي تقام علينا لكن نشريوها مثلا من دبي او من الشينوا او من هذه يعني. مثلا عندنا 50 بياسه ب 3 دولار، غنحسبو 3 دولار في 50، غنشوفو ديك ال 50 بياسه بشحال راه حنا غادي نجيبوها في ترونسبور. غنشوفو ثالثا شركه ليفريزون اللي حنا كنليفريو معاها كتحسب لينا مثلا ب 4 دولار ليفريزون او 5 دولار ليفريزون، غادي نشوفو 5 دولار في 50 عاوتاني. غادي نشوفو الفيسبوك ادز بحال غادي نقدروا اننا ليفريو 50 اوردر، مثلا في افريك غنقدروا ليفريو 50 اوردر بالمعدل ديال 1 على 4 او 1 على 5، حنا نقولوا في اقصى الاحوال 1 على 5، يعني هاد 1 على 5 يعني اننا كنجيبو 5 ديال لي كوموند كنليفريو منها وحده، يعني 5 يعني 50 بياسه خاصنا نجيبو ليها 50 فوا 5، يعني غادي نجيبو 250 اوردر باش نليفريو 50 اوردر. يعني هنا كنحسبوا لديك 250 اوردر عاوتاني كنديروا ليها لافيريج في الفيسبوك ديال واحد 3 دولار 2 دولار في الادز، يعني كنديروا 250 اوردر في 2 دولار ديال الادز. هادشي كامل كنحسبوه وكنعرفوا راه حنا 50 بياسه بشحال غادي تقام علينا في ليفريزون ديالها، وهذا هو راس المال ديال 50 بياسه اللي غادي نبداو بها. وبطبيعه الحال الا بغيتو تبداو بجوج ديال لي برودوي ثلاثه لي برودوي راه كل واحد كنحاولوا نديروا ليه هذا الحساب. علاش؟ باش انه ما نطيحوش في ديك البريك داون او نطيحوا في ديك القضيه ديال كنتسناو ما بقاش عندنا الكاش فلو وكنتسناو الشركه ليفريزون تعطينا الفلوس باش اننا نكملوا. كون عندنا اكتفاء ذاتي كيف كنقولوا من الفلوس ديال اننا نقدروا نخدموا، وهذوك الفلوس اللي غادي يجيونا ديال ليفريزون نقدروا نقيسوهم، نقدروا نخدموا غير بالفلوس ديالنا. هادشي باش ديروا بدايه صحيحه ونخدموا الاي كوميرس على حقه وطريقه. وما تنساش الا عجبك الفيديو دير شير مع صحابك وخلي فولو باش ديما يبقى يوصلك الجديد. كيفاش ندوزو من انك كدير 50 مبيعة بوحدك في النهار انك كدير 300-400 مبيعة؟ هنا كندويو على انك خاصك تقاد تيم ديالك اللي هما يعاونوك انك تزيد في المبيعات ديالك كثر وكثر وكثر، وهاد التيم ضروري عنده واحد المعايير محددة. في الاي كوميرس تقريبا كاين واحد لي طاش اللي هما كيبقاو يتعاودوا، نتايا خاصك هاد لي طاش هما اللي تعطيهم للتيم ديالك. في الاي كوميرس كاين واحد لي بروفايل كيبقاو يتعاودوا، هاد لي بروفايل خاصنا نعملوهم مزيان. اول بروفايل كيكون هو فيديو اديتور، يعني غادي خصك فيديو اديتور اللي يكون مزيان وناضي كيف كنقولوا. ثاني حاجه غادي خصك واحد ديال الميديا باير، يعني هو اللي يطلع لك ليزات، هو اللي يبقى يقابل لك لي كومبان، هو اللي يبقى يشوف لك لي كوست واش راه طلعوا خاص نديروا فيهم شي موديفيكاسيون، كيبقى يعطيك لي رابور ديال كل حاجه كدار ولي شونجمون اللي خاصهم يداروا. ثالث حاجه هو السيبور، يعني السيرفيس ابري فونت اولا سيبوري، اما في لي كومونتير فيسبوك اما في الواتساب. هادو كنفضلوا اننا نخدموا فيهم الدريات، حيت الدريات كيعطيو خاطر كيف كنقولوا بزاف الكليان. تقريبا هادو هما ثلاثه ديال لي بروفايل اللي كيبانوا لينا انهم ضروري خصهم يكونوا معك في التيم ديالك. دابا دوز المرحله ديال انك كيفاش تسيليكسيوني هاد لي بروفايل. انه في الاول ضروري دير واحد المده ديال التيست بيناتكم، يعني ماشي مع البديه غادي يجي شي واحد يقول لك انا كنعرف نقاد لي فيديو تقول لي اوكي زيد خدم معايا. لا، تقول لي اوكي نتيست معاك، كتعطي انت دي برودوي اللي هما ديالك باش تعرف كيفاش راهو خدموا لك ديك الساعه البرودوي على حساب انت كيفاش باغي. كتقول لي برودوي قاد ليا فيه هادي، قاد ليا فيه هادي، قاد ليا فيه هادي. البروفايل الثاني ديال الميديا باير كتشوف الاكسبيريونس ديجا اللي عنده، حيت ضروري ميديا باير خاص تكون عنده اكسبيريونس كبيره في الادز. كتقول لك كتعطيه ديكا اللي كتقول لي كيفاش تقدر اناليزي ليا مثلا هاد الادز طلع ليا فيه الكوس او لا هاد الكومبان تريجيكتات او لا هادي هادي. كتشوف لي رياكسيون ديالو انه كيفاش كيقدر يصايب لك كيفاش يحل لك هذاك المشكل. وبالنسبه للبنات ديال السيبورت تقريبا راه خاص يكون تكون كتعرف دوي مزيان مع الكليان وتكون فليكسيبل في اي حاجه، حيت بعض المرات كتقدر بن ديال السيبورت تعطيها شي اكسترا خدمه تقادها لك، يعني تقادها معك، يعني ماشي بالضروره كتبقى فوكيسي في واحد القضيه. ضروري خصك التيم ديالك كيوليو التيم ديالك خصك تخليهم بحال هكا باش انهم يعطيوك خدمه مزيانه، اما نخليتي كل واحد مسيباري على بعضياته راه كل واحد كيبقى يدير لك خدمه ما هياش. وكنفضل صراحه انك التيم ديالك ضروري يكونوا دي سالاري معاك، يعني و ابار سا انك تزيدهم كيف ما كنقولوا دي كوميسيون او دي جولز انهم يديروهم لك في الشهر، توليك تعطيهم عليهم واحد الاكسترا سالير من بعد. يعني ضروري حيت الناس خصهم تونجاجاو معاك باش انهم يخدموا معاك مزيان، ما يخدموش معاك بفريلانس، يعني خصهم تونجاجاو معاك. وهنايا كيبقى الطاش اللي عليك نتايا هي انك كتكون كتمانجي هاد الناس كاملين، كتكون كل واحد كتعطي الخدمه ديالو اللي خصو يديرها، وكيبقى عندك الخدمه ديالك انت اللي هي اساسيه هي الاناليز، هي انه الداتا كتوصلك
كتشوف هاد البرودوي شحال راه خدام لك واش خدام مزيان، كتشوف هاد البرودوي واش راه كيجيب لك مزيان، كتشوف هاد البرودوي شحال نقدروا نسكيليو فيه. وهنايا كتقدر تزيد مع انك كنتي خدام على 50 مبيعه كتخدم على 300 ولا 400 في النهار. وما تنساش الا عجبك الفيديو دير شير مع اصحابك وخلي فولو باش ديما يبقى يوصلك الجديد. كيفاش انك تقدر تجاوز المشكل ديال الدوتاسيون اللي هو 1500 دولار في المغرب، وتقدر تخلص دي دوتور سيرفيس اللي كيكون عندهم البيمون كبيره وانت راك ساكنه في المغرب. فهاد القضيه كنقدروا نستعملوا دي بونك يكونوا انترناسيونال اللي هما متاحين للمغاربه. يعني هاد لي بونك اللي انا كنفضلهم صراحه جوج، وحده سميتها بايونير وحده سميتها وايز. يعني انك تقدر تحل فيهم الكونت ديالك بلا ما تكون شركه، يعني غير بالوثائق الشخصيه ديالك العاديه انت تقدر تحل فيهم الكونت، وانك تقدر من بعد تخدم بهم لي كارت اللي كيعطيوكم تخدم نورمال، تاجوتي ديك لا كارت مثلا فيسبوك باش تخلص بها فيسبوك، وكيكون عندك الكونت في ديك البنكه فيه الفلوس وكتخلص فيسبوك نورمال، ما كيبقاش عندك ديك المشكل ديال ليميت ديال 1500 دولار في الشهر. وما تنساش الا عجبك الفيديو دير شير مع صحابك وخلي فولو باش ديما يبقى يوصلك الجديد. كيفاش ما تسدش لك لاباج في فيسبوك؟ باش نعرفوا الحل ديال هذا المشكل اولا خاصنا نعرفوا المشكل شنو هو. المشكل هو انه الفيسبوك مؤخرا ولات كتصيفط دي ريفيو للناس يديروهم هما لاباج ديالك. كيفاش هاد الناس كيوصلوهم هاد لي ريفيو؟ هاد الناس كيكونوا هما اللي شراو من عندك من لاباج ديالك، وكدوز واحد 15 يوم تقريبا بحال هكا الفيسبوك كيصيفط ليهم كيقول لهم كيفاش جاك البرودوي، واش البرودوي وصلك مزيان، واش داكشي اللي شفتي في التصويره هو اللي وصلك، كيفاش كانت ليفريزون. ممكن كيسولهم دي كيسيون وهما كيجاوبوا، وعلى حساب هاد لي كيسيون اللي كيسولو هو كينقط لك لاباج ديالك، كيعطيك في الاول تنقيط على 5 على 5 وكيتبقى يتنقص اولا يبقى هو هو. هاد المشكل كيفاش نقدروا نحلوه؟ هو انه الفيسبوك خاصنا نديروا ليها في الجول ديال البيكسل ديالنا نديروا ليد، ما نديروش البيرتشيز، حيت البيرتشيز فيسبوك كيعتبرها مبيعه كامله. يعني اي واحد دوز عندك الاوردر يعني راه خلص وكمل الاوردر ديالو. اما الليد كيعرفك فيسبوك انه راه ما خلصكش هاد الكليان، يعني راه يعني راه مازال غادي يدوز في لافاز ديال الكونفيرماسيون وليفريزون من بعد. يعني انك فاش كدير الجول ديال الكومبان ديالك هو ليد، فيسبوك ما كيصيفطش لي ريفيو للناس كاع، وهنا كتبقى عندك لاباج كتعيش لك مده طويله وكتخدم بها مرتاح. وما تنساش الا عجبك الفيديو دير شير مع صحابك وخلي فولو باش ديما يبقى يوصلك الجديد. كيفاش ما تسدش لك الكونت ديالك في فيسبوك؟ يعني انك تبقى تطلق لي زات ديالك نورمال. اولا قبل ما نجاوب على هذا السؤال خاصك تاكسبتي ان الفيسبوك هو لعب، يعني خاصك تاكسبتي معاه اللعبه ديال انه ضروري خصو يسد وضروري خاصك تدوي على حقك باش يعاود يحل لك الكونت، وتبقى غالي معاه في هذا البروسيس حتى هو كيتيقفك. حيت الفيسبوك ضروري خصو يسد لك الكونت ديالك. علاش؟ حيت ما يجيش اي واحد يطلق الاتس ويبقى داكشي مطلوق ليه نورمال ويبقى داكشي غادي ليه نورمال. يعني ضروري هو كيدير لك واحد العقبات خاصك انت تدوزهم، وبطبيعه الحال اللي كيكمل في هذا الشيء راه هو اللي كيتجاوز دوك العقبات. دابا ندوزو للجواب على السؤال اللي طرحنا كيفاش ما يتسدش لي الفيسبوك. هو انه كنخدموا واحد الميثود سميتها الميثود باك اب. هذا الميثود الهدف منها هو انه الاتس ديالنا يبقى مطلوق. كيف ما كنقولوا ما كنخدموش هذا اكونت واحد، ما كنخدموش فيسبوك واحد، ما كنخدموش باج وحده، وما كنخدموش بيزنس واحد. هذا الشيء كامل كيتسمى فيسبوك باك اب، وراه درت عليه واحد لا فيديو في يوتيوب شوفوها راه كتشرح هاد ستريكشر من ا جوسكا زد. وما تنساش الا عجبك الفيديو دير شير مع صحابك وخلي فولو باش ديما يبقى يوصلك الجديد. كيفاش انك تقدر تستعمل شات جي بي تي في الاي كوميرس؟ وين تقريبا مؤخرا كنخدموا بشات جي بي تي بزاف. علاش؟ فيه بزاف ديال المزايا كيعطيونا في الاي كوميرس. اولا نقدروا يعطينا هو لي برودوي اللي باغي نقلبوا عليهم في واحد النيش اللي هو معين. ثانيا يقدر يعطينا يقدر يعطينا لي زونغل فداك لو برودوي بالضبط، يعطينا فيه بزاف ديال لي زونغل. ثالثا كيقدر يعطينا السكريبت ديال الفيديو باش نخدموه في داك البرودوي. يعني هو كتقول له عطيني السكريبت ديال هذا البرودوي كيفاش يخدموا لك، هو كيعطيك سكريبت من ا جوسكا زد. رابعا يقدر يعطيك لي زيدي ديال لي زاد كوبي اللي تقدر تخدم بهم في فيسبوك. المهم شات جي بي تي واحد العالم كبير بزاف، خاصك غير تحاول تهضر معاه مزيان وتحاول تبقى تجبد منه افكار بزاف، حيت هو راه فيه بزاف ديال الافكار اللي يقدروا يعاونوك في الاي كوميرس. حاولوا تادابطاو مع شات جي بي تي وتخدموا به بزاف، راه حيت فيه بزاف ديال الافكار ومهم بزاف خصوصا في الوقت الحالي لا في الاي كوميرس لا في بزاف ديال المجالات، ولكن دابا انا جبدتو غير على المجال ديال الاي كوميرس. وما تنساش الا عجبك الفيديو دير شير مع صحابك وخلي فولو باش ديما يبقى يوصلك الجديد. كيفاش تقدر تفيري في البيزنس ديالك، وكيفاش ما تنصبش عليك في دي بيزنس اللي هما مفيريفين اللي بغيتي تشريهم؟ اولا الا بغيتي تفيري في البيزنس ديالك هو انه غادي ضروري غادي تحتاج ورق ديال الشركه، ويفضل انهم يكونوا حقيقيين ديالك. ثانيا غادي تحتاج الويب سايت ديال الشركه اللي يكون مثلا شركه سميتها ارغان، يعني الويب سايت خصو يكون سميتو ارغان.ايما مثلا. هذه غير باش تدوز الفيريفيكاسيون مزيانه. وثالث حاجه غادي خصك ايميل بروفيسيونيل دومين ديال الشركه، يعني تكون مثلا كونتاكت@ارغان.ايما. علاش؟ هما غادي يصيفطوا لك واحد
الفيريفيكاسيون في هذيك الايميل بالضبط. صافي وكتسنى واحد البيريود من بعد كيفيريفيو لك البيزنس ديالك. القضيه الاخرى كيفاش ما يتنصبش عليك في دي بيزنس اللي كيكونوا دايرين 1500 درهم 2000 درهم اللي كيبيعوهم الدراري كوم كوا راهم فيريفي وما كيكونوش فيريفي. تبعوا المراحل باش تعرفوا واش راهم فيريفي ولا ماشي فيريفي. من بعد ما كتوصلكم لانفيتاسيون واش كليكي ولا ديك جيت ستارتد كيدخلكم بالبا ومدخل سميتك وراك على كونتيني. غادي يطلع لك هاد لاباج. الا طلع لك هاد لاباج ولقيتي هنا فيريفايد عرفت ان البيزنس راه فيريفي وخدام مزيان، يعني داز بوراق الشركه. هنا كتلقى سميت الشركه، هنا كتلقى الايام باش تبيع، كاع المعلومات راه كتلقاهم هنا قبل ما تاكسبتي لانفيتاسيون باش انك تدخل كل بيزنس. صافي كتشاور لتاش كتكليكي كونتيني كونتيني وكيدخلك ديك الساعه البيزنس مزيان. وما تنساش الى عجبك الفيديو دير شير مع صحابك وخلي فولو باش ديما يبقى يوصلك الجديد. واحد المشكل اللي ولا واقع بزاف مؤخرا اللي هو السدان ديال لي كونت فيسبوك. الدراري بزاف كيتسدي الكونت صافي كيقول غادي نخليه نشري كونت اخر ومدعوش انا بديه جديده. لا لا لا، علاش؟ حاولوا انكم تدويو مع السيبورت. حنا صراحه الله بزاف ديال لي كونت دوينا مع السيبورت ورجعوهم لينا. انا غادي نوريكم كيفاش تدويو مع السيبورت. كل ليان تقدر تصيفط ليه يا اما اما ديال اداكاونت اما ديال البيزنس اما ديال الباج، وكيقدروا يرجعوا لكم لي اداكاونت ديالكم. المهم نتوما هذاك الكونت تسد. اللهم حاول تصيفط ليهم رجعوه يا هذيك ما رجعوش يا هذيك. ها هو لاباج باش اننا نصيفطوا للسيبورت الا كان شي بيزنس مسدود لينا. ها هو الليان كناخذوا فيسبوك سلاش هيلب سلاش كونتاكت وكنزيدو عليه هاد الاي دي. كنعزلو هنا البيزنس ديالنا، كنوركو على ياس، كنوركو على الاولى وكنوركو سند. وبالنسبه لي زاد اكاونت ها هو الليان ديالهم حتى هو صافي. كتكليكي ياس كتسليكسيوني انا هاد اكاونت عندك كتعزل الاولى وكتورك سند حتى هي. وكاين هاد لاباج حتى هي هادي ديال بيمنت وديزيبلت في الاد اكاونت نيت. ها هو الليان ديالها كتحطو لينا كتحطو هنايا السميه ديالكم كتعزلو انا هاد اكاونت بغيتو وكتسليكسيوني وحده من هاد الثلاثه ديال لي شوا اللي عاطينكم. كتكتبوا لهم هنا شي ميساج ديال انه علاش مثلا تسد لكم الكونت. المهم حاولوا تكتبوا بالعربيه راه حيت بالعربيه كيجاوبوا اكثر. وصافي سليكسيوني وحطوا لهم هنا ستيتمنت ديال ميثود بيمون ديالكم وصيفطوا ويكون خير ان شاء الله. وما تنساش الى عجبك الفيديو دير شير مع صحابك وخلي فولو باش ديما يبقى يوصلك الجديد. بغيتي تعرف كيفاش درنا 2 مليونات دولار في السوق الافريقي وفابور السر هو التجاره الالكترونيه. خدمنا في اكثر من 80 دول وهذه الفرصه تقدر تستغلها حتى انت ودير نتائج اللي هما مزيانين الا طبقتي داكشي اللي كنشرح لك في التجاره الالكترونيه في احسن مارشي كاين دابا اللي هو افريقيا. مرحبا بكم. شنو هي احسن طريقه اللي تيستيو بها لي برودوي باش نعرفوا واش خدام ولا راه ما خدامش؟ اولا قبل ما اننا نتيستيو البرودوي خاصنا ضروري نكونوا قلبنا على البرودوي اللي هو يكون مزيان واللي هو يكون يساعدنا في ان داك التيست يخدم لينا مزيان. من بعد كان خاصنا نقادو ليه واحد جوج او ثلاثه ديال الكرياتيف. هاد الكرياتيف يكونوا اكونديسيون ديال انه كل كرياتيف ما تكونش كتشبه الاخرى، يعني لي فيديو اللي غيديروا في كرياتيف ا ما يداروش في بي ما يداروش في سي. وهاد الكرياتيف يكون كل وحده فيهم اونغل مختلفه على بعضياتها وكل وحده عندها مينياتور ديالها مختلفه على بعضياتها وكل وحده عندها اد كوبي مختلفه على بعضياتها. هنايا باش كنزيدوا لا شونس ديال انه تقدر تخدم لينا شي وحده او يخدم لينا واحد لونغل على لي زونغل الاخرين. وهنايا كيبقى لنا غير لونسمون ديال التيست في الادس، يعني نحاولوا نديروا ليه 24 ساعه باش انا نطلقوا ونطلقوه يا اما بفيديو ديال هذوك الثلاثه ديال الكرياتيف، يا اما نديروا ليهم 7 دولار 7 دولار 7 دولار، اولا الا كان عندنا البيوجي اللي هو قليل نديروا لهم غير 5 5 5. وبهذا فاش كدوز 24 ساعه كنشوفوا الكرياتيف اللي راه خدمات لينا مزيان، خدموا لنا الكرياتيف ثلاثه اننا كراوين البروداكت وخدام مزيان، والا خدمات لنا غير كرياتيف وحده من ضمن دوك الجوج الاخرين كنحاولوا نعاودوا التيست مره اخرى ونحاولوا نفيزيو على داك الكرياتيف بالضبط، نخرجوا منه جوج ديال الكرياتيف اخرين سيميلير ديالها باش فاليديو داك التيست ديالنا ويكون عندنا التيست اللي هو مزيان. متنساش الى عجبك الفيديو دير شير مع صحابك وخلي فولو باش ديما يبقى يوصلك الجديد. كيفاش نقدر نسكيلي في لافريك وندير دي زوردر بزاف اللي كيف ما كيلاحظوا الدراري تقريبا راه حنا كنديروا 400 500 اوردر في النهار. كيقول لك كيفاش كدير لهاد القضيه، حنا راه الماكسيموم ديالنا 20 ولا 50 اوردر في النهار. القضيه الدراري فين كتكون هي انه في لافريك غادي خصوك دي برودوي اللي هما بزاف، يعني ما غاديش تقول لي برودوي واحد غادي نجيب منه واحد 200 ولا 300 اوردر في النهار، هذا تقريبا امبوسيبل، يعني خاصك بزاف لي برودوي. حنا راه كنخدموا بعض المرات في نفس الوقت كنخدموا على واحد 50 برودوي 40 برودوي، هادشي كندويو على بلاد وحده كنخدموا على واحد 40 برودوي مثلا، كتلقى برودوي كيجيب لك 50، كتلقى برودوي اخر كيجيب لك 40، كتلقى برودوي اخر كيجيب لك غير 5، كتلقى برودوي كيجيب لك 10. المهم فاش كتجي تجمع داكشي كامل مع بعضياته وانت خدام على بزاف ديال البرودوي مع بزاف ديال الادس مع بزاف لي ستوك راه كتوصل لهاد النتائج وكتبقى غادي مستمر فيهم مده طويله، يعني ما غاديش دير ديك النتيجه غير نهار ولا يومين ولا 3 ايام. احنا الحمد لله راه عام وصرف حنا غادي بنفس الريتم غادي بنفس الوتيره، يعني ما كطيحش كيف كن
كنقولوا صافي كتبقى شاد نفس الريتم كتولي هذيك هي الخدمه ديالك كيولي التيم ديالك حتى هو مادابط على هذه الخدمه ديال انك ضروري خصك تيستي واحد لي برودوي في النهار باش انهم يخرجوا لك واحد لي برودوي فاليدي باش انك تجيبهم باش ملي الدور الشهر تلقى دوك لي برودوي تيستيتيهم دابا شهر راهم خرجوا عندك المهم ديك لاشين كامله كتبقى دايره باش انك كتولي ديما كتخرج دوك العدد ديال لي زوردر في النهار. والقضيه الاخرى هي انك تسكيلي حتى بالتيم ديالك يعني انت بوحدك ما غاديش تقدر دير 500 اوردر في النهار غتقدر غير دير واحد 50 او 100 او ماكسيموم يعني عاوتاني باش تزيد انك تسكيلي اكثر ضروري غادي خصك التيم وغادي خصك حتى البيجي اللي هو كيكون كبير. وما تنساش الا عجبك الفيديو دير شير مع صحابك وخلي فولو باش ديما يبقى يوصلك الجديد. كيفاش ما بقاش عندي المشكل ديال ليميت 50 دولار في الفيسبوك ونطلع على هاد ليميت اللي كيديروا؟ اولا باش نعرفوا المشكل فين كاين خاصنا نعرفوا الفيسبوك كيفاش راه خدام. الفيسبوك اولا فاش كيبغي يخدم مع اي واحد جديد ضروري ما كيكونش كيتيق فيه، ومن بين هاد الحوايج اللي ما كيتيقش فيك هو انه ما كيعطيكش سباندي بزاف، يعني يعطيك 50 دولار في السباند في النهار، يعني واخا حتى تبغي تسباندي اكثر ما غاديش يسباندي لك. علاش؟ كيقول هاد السيد راه باقي ما دوزش معايا وقت طويل، يقدر يسبانديها مثلا او يخسر شي لعيبه في الكونت او يدير تريز هول دي طالع ولا شي حاجه ويدير لي انا الفلوس وما يخلصنيش. هادشي علاش هو كيدير لك داك السباند ليميت في النهار باش كيبقى يتيق فيك بشويه بشويه ويعرفك اشنو هو كدير. هذا هو القضيه علاش الفيسبوك كيدير لك ليميت سباند. باش اننا نفوتوا هاد ليميت سباند هو اننا اولا نخلصوا الفيسبوك في الوقت، وفاش يبغي يقطع يلقى شنو في لاكارت ما يقطعش على لاكارت وهي خاويه. ثاني حاجه نطلقوا دي كومبان اللي هما كلين، يعني ما نطلقوش شي كومبان اللي هما فيهم ريجيكت ريجيكتالين الادز، حيت هاد الحوايج حتى هما كيخلي الفيسبوك ما يشيقش فيك. ثالث حاجه لي كومبان ديالنا ضروري يكونوا اكثر من ديك 50 دولار، يعني الفيسبوك هيعرفك انك راه محتاج اكثر من 50 دولار باش تسبانديها في النهار. يعني واخا يكون عندك مثلا جوج ديال لي كومبان طالق لواحد 25 انت غير عطيه كومبان اخر طالق او يديك 25 ديال الكومبان الاولى ديال 50 باش الفيسبوك يعرف ان اللي انك راه باغي تسباندي داك النهار 100 وهو عطيك غير 50. كيتخلص في الاولى كيتخلص في الثانيه الثالثه تقريبا كيعاود كي صافي كيطلع لك هاد ليميت ديال 50 ما كيبقاش عندك، وهنا كتقدر تخدم مرتاح. وهنا كنرجعوا للقضيه ان الفيسبوك كيولي كيتيقفك، حيت لا الفيسبوك ولا كيتيقفك ديك الساعه هذا كيبدا يحل عليك كيف كنقولوا الطريق بشويه بشويه. اما في الاول ما كايناش شي ميثود اللي غادي تكليكي واحد جوج ثلاثه وغادي يحيد لك هاد ليميت. ومن الاحسن انا كنفضل صراحه في الاول تخدموا بكارطه مغربيه، حيت كارطه مغربيه كيتيق فيها الفيسبوك اكثر من الوايز واكثر من البايونير. مزيانش الا عجبك الفيديو دير شير مع صحابك وخلي فولو باش ديما يبقى يوصلك الجديد. كيفاش ندخل الفلوس من الاي كوميرس وندير بحال هاد الريزولت؟ اولا خاصك هو الفوكس، يعني خاصك ملي تبغي تدخل اي دومين اي كوميرس او اي دومين اخر خاصك تفوكسي فيه، خاصك تولي تقرا عليه بزاف، خاصك تولي انك تطبق داكشي اللي قريتي، ماشي تبقى غير تقرا عاوتاني وما تطبق حتى شي حاجه. خاصك تخدم، هادي اللي كنقولها بزاف، راه تفرج في اي كور بغيتي ولا اي كور كان وكيف ما يكون وبشحال ما تشريه، الا ما طبقتيش وخدمتي وطيح في المشاكل وخاصك تحلهم راسك راك ما غادي دير حتى شي حاجه. وعاوتاني تعلم واحد الحاجه هي انك تحل المشاكل ديالك راسك، يعني انك فاش طيح في واحد المشكل ماشي هذيك المشكل اللي وقفك وصافي لا راه ما كنوصلش انا راه وقف في واحد المشكل وما عرفتش ليه، لا خاصك هذيك المشكل تبقى تحفر ليه تحفر ليه تحفر ليه تلقاه. راه كاع الدراري اللي كيبان لك خدامين كيدخلوا الفلوس من الانترنت اون جينيرال اولا من الاي كوميرس بالخصوص راه كتلقاهم ضروري يوميا كيطيحوا في مشاكل ويوميا كيلقاو يوم الحلول، ورق دم حليتي المشاكل قد ما كتلقى الفلوس كثر كيف ما كنقولوا. هذا القليل انك كيفاش انني نقدر ندخل الفلوس من الاي كوميرس، راه ندويو على راس المال وندويو حتى على راس المال اللي كاين عندك هنايا في الدماغ. هاد الجوج الا كانوا عندك مزيانين راك تقدر تخدم مرتاح كيف كنقولوا، يعني راه راس المال فلوس راه تقدر تجيبو بسهوله، ولكن راس المال ديال هنايا ديال الدماغ اللي ديال تعمر راسك راه هو اللي كياخذ الوقت. وراه ما تقولش راني غادي نخدم اليوم وخصني ندخل خصني الشهر الجاي ندخل فلوس اولا الشهرين الجاي خصني ندخل فلوس، لا راه الاي كوميرس راه باقي ديما راه ما غاديش يتقاعد وما غاديش الناس ما يبقاوش يشريو. راه الناس راه الله بداو كيتعلموا الانترنت وبداو كيتشريو سوغ انترنيت وبداو كيتعلموا ليفريزون وما الى ذلك، يعني هادشي راه باقي الله في البدايات ديالو الدراري. بشويه عليكم كيف ما كنقول اي واحد كيبغي يبدا كيكون باقي جديد، بشويه عليك تعلم مزيان انفيستي في راسك، خذ الوقت مزيان، خذ المعلومات كيف ما كيكونوا، وديك الساعه خدم وراه الله كييسر لك وغادي تقضي غرض ان شاء الله. غير ملي انك راه واصل هاد ليطاب ديال انك راك باغي تفكر في الاي كوميرس راك درتي واحد ليطاب كبيره ديال الناس اللي بزاف ما عارفينش اصلا شنو هو الاي كوميرس او شي حاجه سميتها الخدمه في الانترنت. غير انت ملي عندك هاد ليطاب راك ديجا عندك واحد المعرفه وعندك واحد النوليدج اللي هي زويونه، وغير كمل ولا عليك الله يسخر لكم امور. وما تنساش الا عجبك الفيديو دير شير مع صحابك وخلي فولو باش ديما يبقى يوصلك الجديد. كيفاش انك تقدر تقرا
لي شي يخليو لك الفيسبوك مزيان بطريقه سهله اللي توفر عليك بزاف ديال الوقت. تبعوا معايا التفاصيل. كتمشي هنايا كتشوف ادس ريبورتينغ، هذا هو السي ار ام اللي قلت لكم هربان في الفيسبوك ديال بصح. كتجي هنا كتهز لي زاد اكاونت اللي عندك، وهنا كيطلع لك جميع لي زاد اكاونت اللي عندك لي سبانديتي فيهم. المهم كيطلع لك الريتش ديالهم، سباند كل كونت شحال سبانديتي فيه بالبيريود اللي انت ديجا هازل. حنا هزلنا مثلا غير لاست باونت هنايا، كل كونت كيعطيك شحال شحال سبانديتي، شحال سبانديتي لاست 13 لاست مانت. المهم كل شيء هذا الشيء السي تي ار ديالو اللي بغيتي هنايا. دابا شنو هو الفائده ديال هاد الريبورت اداء سي ار ام؟ كيف ما قلت لكم هنايا عندك لي ميتريكس و لي بريك داون، وانتم راه تقدروا تحتاجوا هاد السي ار ام. دابا كل واحد على حساب الرابور اللي بغيتي يطلع لك هنايا. انا مثلا كيف ما قلت لكم الرابور اللي بغيت تحسب ديال السيمانه، غادي تجي مثلا غادي تعزل اكاونت نيم الديكوشي هنايا، وتجي هنايا دير لاست 7 دايز مثلا اللي فاتت، باش تجي تشوف هنايا تشوف التوتال سباند مره واحده، يعني ما تشوفش التوتال سباند جوج المرات. مش مابقاش تمشي لكل هذا اكونت بوحدو، تبقى تحسب لي التوتال سباند ديالو. هنا غير كوشي هنايا كيطلع لك المسائل ديالو. حاجه اخرى اللي تبغي تشوف البليسمنت، هذه القضيه مهمه عاوتاني بزاف. دير كاين كتشوف البليسمنت اللي راك خسرتي فيها بزاف. حنا مهم حنا كنلاحظوا ان هاد الناتيف وهاد الريورد كيخسروا لينا بعض المرات الفلوس بزاف، والكاليتي ديال اللي كيجيبوا لينا عيانه، كنحاولوا نحبسوهم مره. كتشوف هنا بزاف. المهم كل واحد هنا غادي يختار كيفاش شنو هو غادي يدير ليه. وما تنساش الا عجبك الفيديو دير شير مع صحابك وخلي فولو باش ديما يبقى يوصلك الجديد. الاي كوميرس ولا الاهتمام ديال بزاف ديال الشباب مؤخرا، ولكن ما كيعرفوش كيفاش انهم يقدروا يديروا الاي كوميرس، اولا شي واحد اللي هو كيف ما كنقولوا غادي يوجههم. لهذا جاتني الفكره ديال الكورس لاصق، وهادشي كامل فابور اللي حاولت نشرح فيه كيفاش غادي تقدر تبدا الاي كوميرس من الزيرو، يعني من انك تقاد ستور ديالك اللي غادي تقادو بروفيسيونيل، كيفاش غادي تقلب على لي بروداكت، كيفاش غادي تقاد ليهم لي كرياتيف ديالهم، كيفاش غادي تلونسي الادس ديالك، وفيه واحد الاكسكلوزيف سكريبت ديال لاصق اللي هو فور ثري وغادي تقدر تستافد منه. الطريقه ديال الماناجمنت، الطريقه ديال الحساب، وبزاف 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 ديال لي ميثود ولي استراتيجي اللي راه حنا كنخدموا بهم في الوقت الحالي في الاي كوميرس، غادي تبارطاجاو فور ثري معكم الدراري. مرحبا بكم في الكورس، غتلقاو في اليوتيوب شانل ديالي. مؤخرا بزاف ولاو باغيين يبداو في الاي كوميرس ولكن ما عارفينش كيفاش، لهذا فكرت ندير لكم دوره فيها لاصق وفابو كنشرح كيفاش تبدا من الزيرو حتى دير المبيعات ديالك. غادي تلقاو الدوره كامله في لاشين يوتيوب ديالي، ومرحبا بكم.